السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسلم بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بدعيكم حبايب قلبي الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حبايبي، ما تنسوش صلوا على النبي حبايب قلبي. هنطلع طبعا ايه الكتاكيت البلدي بتاعتنا النهارده. الجو حلو النهارده، شمسيه عسل اهي، فقلت اخرجكم شويه في الشمسيه دي يشمسوا. بصوا مخايفين ازاي، عشان اول مره يطلعوا على السطح. اللهم صل على النبي، اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البط ايه، ربنا يستر من البط اللي مش عندهم، عشان انا ايه مخرجاهم والبط سايب على السطح. بس انا هاخد لهم ركنيه كده في السطح لوحدهم، هسيبهم شويه وبعدين ايه ارجعهم تاني مكان. يلا هناك امشوا، امشوا هناك. طبعا هما خايفين، بس انا هشيلهم البط ده هناك خالص واجيب عصايه عشان ما يجوش عندهم. طبعا هما خايفين لسه اول مره يخرجوا على السطح، طبعا دي حاجه جديده بالنسبه لهم، خايفين عشان البط سايب الناحيه التانية. بس انا والله قاعده لهم بالعصايه كده، البط هناك بعيد خالص اهو تحت بتاع الفضل. انا حبيت اطلع دول بس في الشمسيه حبه كده يتشمسوا ويجروا كده يتعودوا على السطح، عشان لما سايبهم ما يبقوش ايه مستغربين. بصوا ده نايم ازاي، خايف. كل يوم اطلعهم حبه كده عشان بس ايه الفراخ البلدي تبقى عايزه. يا جماعه ايه، بصوا بيناموا ازاي في الشمسيه، بتحب الشمسيه عشان عظمها، وهتستفيد هيستفيدوا منها برضو. ده انت جايباهم من البيض لازم تهتم ايه بالحاجات اللي فيها كالسيوم دي بالذات، في الشمس مليانه كالسيوم لعظمهم، وما يجيلهمش لين عظام ولا حاجه، هما محبوسين جوه كده على طول اهو ما شاء الله. طبعا انا مش هطول عليهم، يعني بصوا مده الفيديو بس وبعدين ادخلهم جوه على طول، عشان ما ينفعش اطلعهم برضو من الدفع على طول للهواء كده، مع ان النهارده الجو ايه شمس يعني دافيه مش برد يعني ما شاء الله. بصوا كلهم هيناموا. بس انا عايزه اوريكم الشكل. يلا يلا صحصح. طبعا هما خايفين زي ما قلت لكم عشان لسه خارجين ايه اول مره يخرجوا من الاوضه. تعالى هنا اخواتك اهم اهم. بصوا بقى رايحين فين، رايحين للبط ليه؟ طيب رايحين للبط ليه؟ ما انا بعزلكم في مكان لوحدكم عشان ما تروحوش عندهم. والله يا جماعه كل حاجه فعلا صغيره بتبقى جميله سبحان الله. مش عارفه الصوره واضحه لكم كده ولا لا، عشان الشمسيه مزولاني مش عارفه اصور منها. طبعا انا حاطه لهم الاكل هناك، بس هم مش راضيين ياكلوا. طبعا هم بيستكشفوا الاول السطح وبعدين ايه ما شاء الله. اللهم بارك. كتاكيت البلدي يا جماعه يومها بيومين، اللهم صل على النبي. استنوا زي ما قلت لكم بس كام يوم كده الشهر ده يعدي، يعني استنوا ايه زي 20 يوم تاني وابداوا هاتوا ان شاء الله. عشان بس ايه والله انا جبتهم كويسين، بس عشان بس ما اجيب ما اقولهوش هاتوا بتتضر ولا حاجه حرام، استنوا شويه. الناس كلها بتقول ايه كتاكيت صغيره بتموت دلوقتي اغلبيتها، فانتوا خلي بالكوا والله طول ما انت بتهتمي وبتحرسي على حاجتك والله ربنا لا يفادهم لك ان شاء الله ويبقوا كويسين.
مش عارفه الصوره واضحه لكم ولا لا، اقربها لكم شويه. طب هم عايزين يروحوا للبط، القط بيحب خناقه صحيح، عايزين يروحوا للبط اللي بيضربه. كبرت لكم بس الصوره عشان تبقى واضحه لكم، بس هم مش الحقيقه مش كبار قوي كده طبعا، هم زي في بدايه الفيديو كده بالظبط. يلا روح هناك، روح هناك، يلا بصوا بقى، بصوا هيجروا يروحوا فين؟ هيروحوا للبط. يلا يلا روحوا كل. مش هما ما فطروش لحد دلوقتي، بس هما يعني عاجبهم المكان فسايبين الاكل وبيسرحوا على السطح. يلا روحوا كلوا، يلا وريهم الاكله بس، وبعدين في الشقاوه دي بقى هنجري ورا بعض. تعالوا بصوا، انا والله حتى مش عارفه اتكلم معاكم من الدوشه اللي هم دوشينها. مش همهم طبعا الاكل، هم مش عايزين ياكلوا، هم عايزين بس كده ايه يتجولوا ايه وينقوا، احط لهم حبه كده ايه ينقوهم من الارض وياكلوه. بصوا مستخبيين فين؟ بس دول جايين فين بقى اللي ورايا دول؟ بصوا عايزين يعرفوا في ايه؟ حاجات صغيرة بالنسبة لكم كده ممكن تقرموها انتوا. هما حبة في حبة كده هيتجرأوا وهيسرحوا على السطح وهياكلوا، بس عايزين يخرجوا وفي الوقت اللي مفيش بط على السطح، يبقى السطح فاضي ليهم هما لوحدهم. بس طبعا مش هدخل البط بقى، لسه مطلعاه، مش هدخله تاني عشان المفعوصتين دول، ده هما اكلهم كده وسايبهم على السطح كده شوية واروح مدخلهم، وعشر دقايق مفيش اكتر من كده. بصوا بقى دول، بصوا جايين لهم منين. طبعا انا حاطه الطش ده كده ليه؟ عشان البطايه بتروح تبيض وراه، اتعودت تبيض في المكان ده، فخليت لها المكان ده تبيض فيه لما اشوف ربنا يسهل. لكن امبارح دخلت مع الفراخ بعدت عندهم في الاوضه جوه، فمش عارفه لها البطايه دي بصراحه، هي ما بترقدش وبتبيض في اي مكان كده، فربنا يهديها.
فطبعا قلت خلي الطشت احتياطي كده وخلي لها المكان، يمكن ربنا يهديها وتروح ترقد فيه. دول مستخبين كده كتير، بس عايزين يسرسبوا واحدة واحدة بالراحة كده لحد ما ايه بيلقطوا الأكل اللي في الأرض. يلا بتمشي، امشي يا كلبة، انت عايزة تسرسب وتجيلهم. حبايب قلبي حبيت اوريهم لكم النهارده في اول يوم خرجناهم على السطح. طبعا ايه مش عايزين يمشوا كده ولا كده، ايه يعني عايزين نسيبهم هيجروا، لكن الحته اللي انا سايباهم فيها مخايفين ومكشين فيها على جنب. فطبعا حاول بقى ادخلهم تاني الاوضه عشان الشمسيه ايه طبعا سخنه عليهم، شمسوا بقى كويسين عشان ما يبردوش، ويعني يبقوا جوه في الدفا ويخرجوا هنا يبردوا. لاول يوم ليهم اخرجهم على السطح، ما ينفعش اسيبهم كده ايه، ممكن كمان لو سبتهم شويه ونزلت هطلع مش هلاقي فيهم، ممكن قطه تطلع تخطفهم، عرسه مش هيقعد منهم حاجه. فطبعا ايه ربنا يعيني بقى واعرف امسكهم تاني وادخلهم، عشان دول جننوني في الاوضه، امال على السطح همسكهم ازاي مش عارفه. فربنا ايه هو المعين. نزح لهم الاكل ده قدامهم كده عشان ياكلوا، فهم طبعا لا مش عايزين، يعني بيلقطوا حاجات بسيطه، اصل كده كده صغيره يعني روحها صغننه ما بتاكلش كتير، يعني اكلها بسيط قوي.